في كلمة ألقاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ طاهر حجار خلال اختتام أشغال سلسلة ندوات التكوين البيداغوجية الطبية، أكد أن مراجعة برامج الدراسة الطبية تهدف إلى المحافظة على المكاسب المحققة والتجارب المتراكمة منذ سنة 2017. نعم، كما يهدف إلى التكفل بالنقائص البيداغوجية والتنظيمية المسجلة، وكذا الانتقال من التكوين الكمي في الطب إلى التكوين النوعي، والمناسبة كانت أيضا فرصة لتكوين المكونين. حنان هارون حضرت فعاليات اللقاء وعدت بالتقرير التالي. كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار عن شروع كليات الطب عبر الوطن في اعتماد مناهج جديدة بداية من شهر سبتمبر القادم في إطار مراجعة البرامج في مجال الطب وكل الفروع ذات الصلة، معلنا عن قرب اعتماد تخصصات جديدة. شرع قطاع في مراجعة البرامج في عدد من التخصصات على غرار فرعي الطب والبيطرة بغرض تكييفها مع متطلبات المهن والكفاءات المطلوبة في ضوء التطورات العلمية الحاصلة على المستوى الدولي. من المنتظر أن يتم الشروع في تطبيق برامج جديدة للدراسات في فرع الطب في عنوان السنة الجامعية 2018-2019 ابتداء من شهر سبتمبر القادم بعد الانتهاء من تحويلها. مراجعة برامج الدراسات في فرع الطب ارتكزت على تحميل المسؤولية لطبيب المستقبل، وفي السياق ذاته أشار وزير التعليم العالي أن هذا العمل التكويني ساهم فيه خبراء أجانب وليس وليد اللحظة. Nous avons au sein de la CIDMEF, donc la Conférence internationale des doyens, une réflexion profonde sur la responsabilité sociale des professionnels de santé. Comment bien former les gens au service des populations. هذا التكوين جاء في إطار إعادة نظرة في التعليم الطبي. ليس أننا ننكر أن التعليم الطبي في الجزائر لازم يتماشى مع التطورات العلمية، يتماشى La refonte médicale en Algérie est une très très bonne initiative parce que la médecine évolue à 300 km à l'heure, il y a beaucoup d'innovations sur le plan méthode pédagogique et je pense que cette formation pédagogique qui a été initiée par l'Algérie est une très bonne initiative. اختتام أشغال سلسلة ندوات التكوين البيداغوجية الطبية أسفر عنه تطبيق البرنامج البيداغوجي الجديد الخاص بالسنة الأولى من العلوم الطبية مع الدخول الجامعي القادم، وهذا بهدف الوصول إلى تكوين نوعي ذو جودة عالية.